وفي إطار الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، تواصل دار الأوبرا المصرية تقديمها لحفلات باليه كسارة البندق، ومن هناك معنا مباشرة للتعرف على الأجواء الزميلة داليا أشرف. داليا، يعني صفي لنا أجواء هذه العروض والأجواء في دار الأوبرا المصرية. نعم مروة، نحن في هذا الأسبوع يعني نعيش أسبوع احتفالات متتالية، يعني بدايتها من غدا عيد رأس السنة الجديدة، نودع عام 2014 ونستقبل عام جديد عام 2015. أيضا يوم 3 من يناير نحتفل بمولد النبوي الشريف، ويعقبها يوم 7 يناير عيد ميلاد المجيد. فكل عام وجميع المصريين مسلمين وأقباط بألف خير وبألف سلام. بمناسبة هذا الأسبوع يعني أو أسبوع الأعياد، تنظم دار الأوبرا المصرية أسبوع من الاحتفالات المتواصلة بمناسبة هذه الأعياد، وكانت بدايتها اليوم باحتفالية أو بالأوبرا كسارة البندق، ثم غدا وأيضا يوم الجمعة بالإنشاد الديني، ثم بعد ذلك يعني احتفالات متواصلة أو حفلات متواصلة متنوعة. ولكن لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه الحفلات واستعداد دار الأوبرا المصرية بأسبوع الميلاد، يعني معي الأستاذ محمد حسني، مدير إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية. بنرحب بك يا أستاذ محمد. أهلا بك وكل السادة المشاهدين. كيف تستعد دار الأوبرا المصرية بهذا الأسبوع المليء بالاحتفالات؟ شوفي، هو مش أسبوع بس، أنا بقول إن شهر 12 كله بالنسبة لنا كان أعياد الميلاد. فرقة الأوبرا مع أوركسترا الأوبرا عمل جالا كونسير لأعياد الميلاد على مدى 3 أيام، وكانت أرش كومبليه. بقالنا 6 ايام بنعمل باليه كسرت البندق. النهارده اليوم الاخير زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، طوال الست ايام، وكان حفلات فيها عشان اطفال المدارس، كان الحفلات كلها كامله العدد، ودي حاجه اسعدتنا جدا. بكره بقى كل مسارح دار الاوبرا شغاله، واحنا بنودع 2014 بنستقبل 2015. على المسرح الكبير في اوركسترا القاهره السيمفوني، معانا قائد اوركسترا ضيف عندنا من المجر، معانا السوليست سوبرانو من النمسا، وهنسهر حتى الساعات الاولى من الصباح مع اجمل النغمات الموسيقيه العالميه واوركسترا القاهره السيمفوني. ده على المسرح الكبير. على المسرح الصغير في مركز تنميه المواهب عامل حفله على المسرح الصغير. المسرح المكشوف فرقه المولويه المصريه بجمهورها الكبير هيكون معانا على المسرح المكشوف. معهد الموسيقى العربيه في فرقه عبد الحليم نويره موسيقى عربيه، اللي غاوي طرب وموسيقى عربيه وزمن الفن الجميل. على مسرح الجمهوريه في عماد حمدي والجيتار الساحر مع نغمات الجيتار على مسرح الجمهوريه. في اوبرا اسكندريه واوبرا دمنهور في فرقه اوبرا اسكندريه للموسيقى والغناء، وفي فرقه الانشاد الديني هيكونوا معانا عشان يختتموا السنه، وبنحضر للمورد النبوي الشريف. يوم 2 يناير المورد النبوي، كل سنه وكل المسلمين طيبين في كل انحاء العالم، في حفل الانشاد الديني على المسرح الكبير بنحتفل بذكرى المورد النبوي. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، عندنا ذكرى عيد ميلاد المجيد والمورد النبوي، الاثنين جايين ورا بعض. فكان فكره للدكتوره ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ان احنا نعمل حاجه تجمع بين الاثنين، ميكس بين الاثنين. فعملنا حاجه اسمها موسيقى صوفيه بانامل المانيه، مشترك معانا مجموعه من الالمان، مشترك الفنان الكبير علي الحجار، الدكتوره ايناس عبد الدايم بالفلوت المصاحب ليها، معانا مجموعه من امهر الموسيقيين، وهنعمل العمل الفني اللي يعتبر ميكس بين الموسيقى الكلاسيك وبين الموسيقى والاغاني الصوفيه والترانيم الصوفيه. احتفال بين الاثنين، نقول احنا دي انا بعتبرها رساله للعالم، ومشاركه الالمان معانا مش بس رساله في احتفال ديني، احنا بنقول ان هي دي مصر، هي دي مصر اللي كلها امان، كلها خير، مصر اللي بتقول للناس كلها تعالوا بلدكم التاني، استمتعوا بكل اللي فيها. اشكرك
حضرتك بنشكر ضيفي الأستاذ محمد حسني مدير إدارة الإعلام بدار الأوبرا المصرية. يعني هذا الأسبوع أسبوع مميز حيث نحتفل بسنة جديدة وبمولد النبوي الشريف وأيضا بعيد الميلاد المجيد، فكل عام وجميع المصريين مسلمين وأقباط كما ذكرت بألف خير وبألف سلام. العودة أنت وأنت بخير. داليا لك داليا أشرف، كنت معنا مباشرة من دار الأوبرا المصرية. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. We'll be right back.